صايمي ولا تجهز على التمرين وكثار ناس فعل الله ولا فعل قلت وش بك وراء خاطرك ما هو زين قال أنا واحد يحسد على ماله المطيري ولد عند اللزوم يبين ما ريح طوليها الأخصام محباله ما تمل النفوس إلا من الروتين لا تلومون من يرفق على حاله اشرب الجم لا تقعد تحوس الطين وانت يمكن بعد نيتك بطاله تراها محتمل بعدين واعلام ان عرب ما نقبل المال ودي اسقيك لو بيدين يا ثنتين بعدها داجينا واخنا على جاله السوالف كثيره والعرب قسمين والمراسل من المكتب لي صلاه أنت مسقيم طيري يا قليل الدين أنت يا اللي معك في جال وبيالة صدق نك بسيط حولك دورين ودي انزل المضبوط من زعله لا وفينا مع اللي ما يسد الدين ما رضينا يمينه تصفق شماله صدق اني ما اشوفك لو بنص العين انت وضعك لي هذا الحين يبغى له انت وضعك لي هذا الحين يبغى له صدق اني ما اشوفك لو بنص الله يا شباب تشتكي من شركة التعدين ما لعب في المهيد بغير عماله العرب تشتكي من شركة التعدين أنت ما فنت لو تسلم من التخزين والمطير ولا
بعد مشغول بشغاله.